زينب، بداية فقراتنا لليوم مع النشاط الذهني والتفكير الإبداعي، التفكير خارج الصندوق. أكيد لنشوف كمان طرق وأساليب التفكير أكيد اللي استخدمناها، وحكينا عنها أيضا عن طرائق التفكير بحلقات سابقة. خلينا نحكي أكثر ونغوص اليوم بعلوم الإدارة مع دكتورة لبنى بشارة، دكتورة بعلوم الإدارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. حكينا سابقا كيف ممكن نفكر بطريقة إبداعية، خلينا نسترجع بعض هي التفاصيل لنغوص أكثر بتفاصيلها. بالبداية اسمحوا لي بس صبح على جمهورنا كلهم وقول لهم صباح اللون الأخضر، أخضر لأنه الأخضر هو التجدد والولادة والحياة، ونفس الشيء الإبداع. فبس مشان نربط بداية اللون بموضوعنا تبع اليوم، فصباح اللون الأخضر وصباح الإبداع للكل. احنا لابسين ألوان يعني حيادية شوي، مو أخضر الاستديو بس الاستديو أخضر. تمام. فبس بدي أقول بالبداية تذكير بسيط عن موضوع الإبداع، أنه هو كل ما هو جديد ونافع. إذا كنا عم نحكي عن إبداع من حيث الأشخاص بالشرائح العمرية الكبيرة، أما للأطفال فهو كل ما هو جديد وممتع، لأنه الطفل بده يستمتع بشيء جديد هو ممكن يكون صنعه أو هو لقى شيء مختلف ومميز ركبه على بعضه. فهي بداية هو الإبداع. طبعا الإبداع بيحتاج لكثير من الأمور اللي لازم نطورها بذاتنا لحتى نقدر نفكر فيه ونقدر نستخدم المهارات اللي بدنا نحكيها اليوم. فأول شيء لازم نحن نكون إيجابيين، لأنه لما بدنا نفكر بطريقة إبداعية بدنا نكون منفتحين، نعرف مجموعة أمور نقدر نربط بيناتها، نعرف أنه نحن منقدر. لهيك لازم نكون إيجابيين، ما لنا حياديين أو سلبيين. فإذا نحن قلنا أنا بقدر وأنا فيني أعمل هذا الشيء، فأنا بعطي حافز لنفسي لحتى أنا أفكر بهي الطريقة وأعمل شيء مختلف. فمعناته بيلزمنا المرونة بالتفكير، لأنه نحن إذا فكرنا بشغلة وما زبطت لازم نقول أنه لازم نفكر فيها بطريقة تانية أو عدلها بطريقة تانية. فمعناته بيلزمنا التفكير بالمرونة فيه، بيلزمنا التفاؤل، بيلزمنا الطلاقة بالأفكار، يعني نقدر نقدم أفكار كثيرة لحتى نصطفي منا مجموعة وناخد الأفضل اللي بيناسب الموضوع اللي نحن عم نشتغل عليه. فإذا بدنا نحكي عن المهارات نكمل حديثنا السابق بمهارات جديدة. حكينا عن طرق، عدة طرق. تمام. اليوم بدنا نكفي بطرق تانية. كان حكينا عن سكامبر. تمام. هلأ بدنا نحكي عن هيكل السمكة. تمام. عظم السمكة. وبدنا نحكي كمان عن العصف الذهني. رح بلش بالعصف الذهني لأنه شوي أبسط وبعدين منفوت للأكبر. العصف الذهني أول شيء هو أنه نحن نجتمع مجموعة، مو بالضرورة نكون مختصين بالموضوع اللي عم نشتغل عليه. نجتمع كل شخص فينا بيقدم أفكار جديدة، لو ما كانت هاي الأفكار واقعية، ما هو الإبداع ما بيستلزم الواقعية بالبداية، تطبيقه بده واقعي، لكن بالبداية بده تكون فكرة خيالية، فكرة جنونية. لذلك نحن لازم لحتى نشتغل على العصف الذهني نشتغل على أنه نكون مجموعة من الأشخاص عددهم ما يتجاوز الـ 12، لأنه أكثر من 12 أو 15 بيصير في ضياع، ما بيقدر الواحد يسيطر على المجموعة، بيصير في أحاديث جانبية، فما منكون وصلنا للفكرة اللي بدنا إياها. فلازم يكون العدد قليل، لازم المدة ما تتجاوز للكبار ساعة ونص. معنا مخطط هيكل السمكة عم نشوفه على الشاشة. تماما. نحن هلا عم نحكي على العصف الذهني. هلا على العصف الذهني عم نحكي. فنحن ممكن انه بالمهارة الثانية اللي هي عظم السمكة بنلاحظ انه هي بتشبه الحسكة تبع السمكة. هلا بدنا نحكي بتفاصيلها بعدين. فبالنسبة للعصف الذهني لازم يكون العدد ما يتجاوز ال 12 ل 15 مشان نقدر نسيطر على كل افكار المجموعة، او حتى مو نسيطر، نضبط ونجمع هي الافكار. فاللي بيصير انه بيقعدوا هالاشخاص مع بعض، بيكون في شخص هو ما لازم يكون مديرهم، لأنه المدير ممكن يسيطر بحركة بفكرة، لا، نحن بدنا الأفكار تطلع بطلاقة. فالعصف الذهني هي استثارة ذهنية للفكر من شان نولد مجموعة كبيرة من الأفكار. هلأ لو ما كانت الأفكار كلها مفيدة ما في مشكلة، نحن بيهمنا الكمية، فمنجيب هالأفكار منجمعها منحطها مثلا ممكن على الوساقات قدام الكل، بعدين منبلش نناقش فيها. هي فكرة النقاش هي المفيدة بالموضوع، لأنه بيصير إذا شخص قدم فكرة مفيدة الثاني ممكن يبني عليها، الثالث ممكن يربط فكرتين من اللي انطرحوا، الرابع ممكن يربط شيء بشيء ثاني هو بذهنه عم بيفكر فيه.
فبهي الطريقة اسمها عصف ذهني. ليش؟ لأنه بتخلي الأفكار كلها تتولد وتنبنى على بعضها. بيلزم بهي الطريقة أنه ما حدا يقاطع الثاني، ما حدا يقدم فكرة كتير طويلة تكون مختصرة، يعني كلمتين ثلاثة. هلأ هي الطريقة بنستفيد فيها بكل مجالات الحياة، يعني بالصف ممكن المعلمة تستخدم هي الطريقة مع الطلاب عن طريق الحوار والنقاش وتبادل الأفكار. ممكن نستخدمها بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة، هي كتير مفيدة بهذا المكان لأنه بتكون احترافية أكثر، بتتم بطريقة احترافية وبيكون هدفها كتير مؤثر على المؤسسة، يعني على ربح المؤسسة، على حصتها السوقية، يعني على قديش انتشارها عند الجمهور وقدي العالم بيرغبوا بالمنتج تبعها. كمان بتفيد هي القصة ومنلاقيها موجودة كتير بالورشات التدريبية. الورشات التدريبية لأن هي تفاعلية أكتر، فموضوع التفاعل بيخلي ينبنى فكر أهم وأعمق. فبعد ما نحن نحط الأفكار ونبني عليها منصير هون نناقش. هذا النقاش التفاعلي منلاقيه بالورشات التدريبية كتير مثمر أكتر من الأماكن الثانية. فهي بالنسبة لموضوع العصف الذهني. في شيء هيك فرعي منه هو العصف الكتابي. الكتابي بيشبهه لكن بتكون بطاقات بتتوزع على مجموع الحاضرين وكل واحد بيكتب الفكرة تبعه اللي بده يبني عليها. رح أعطي مثال مشان يكون قريب للي عم بيحضرونا. مثلا إذا المعلمة قالت لهم للطلاب إنه في عندي فرضا طاولة مكسورة رجلة، حطت لهم إياها قدامهم مشان تحفز تفكيرهم. فشو نحن ممكن نستفيد منها؟ هلأ في منهم بيفكروا بالإبداع بطريقة إعادة تدوير. نحن ممكن يكون إعادة تدوير لنستفيد منها بموضوع تاني، وممكن تكون لا لنستفيد منها بس بآلية تانية بتقنية تانية. فمثلا ولد بيقول لها انه اجره مكسوره، نحن ممكن نلزقها بالحيط ونعلق لها خشبه تهديها من الحيط. فنحن تلقائيا الجزء التالف منها ما لنا بحاجه له. هي طريقه ثانيه. ولد ثاني بيقول لها نحن ممكن نركب لها دواليب ونحط عليها اغراضنا ونشحطهم مثلا. هون بيصير كل ولد بيبني على طريقه الولد الثاني. هي اذا عم نحكي شغله بسيطه طبعا. اذا عم نحكي على اله بمعمل او بمصنع هون ممكن لا نقول انه انا بدي ادخل على خط الانتاج هذا قطعه ثانيه تفيدني بحيث اختصر ما اجيب استورد هالماده من برا او هالقطعه لشغلي من برا. فاذا الطرق هي بتفيدنا ببيتنا، بتفيدنا بالمدرسه واهم شيء بالمؤسسات، لانه دائما في ربح وخساره والحسابات كلها على المنفعه والتكلفه. وبتفيدنا كمان بال لسه الأهم من المؤسسات الربحية أو الخدمية، المؤسسات اللي هي العسكرية. لأنه المواضيع الحساسة بالإدارة هي انبنت بالمؤسسات العسكرية، لأن نتائجها كتير واسعة وكتير هامة، يعني على سياسياً وأمنياً وعسكرياً. لذلك علم الإدارة وتقنيات اتخاذ القرار اللي بيستخدم التفكير الإبداعي تطورت بمجال العسكري بشكل كبير. لكن نحن بنقدر نطبقها طبعا ببيوتنا مثل ما هلا حكينا. فهي معناته بنكون حكينا على الطريقه الثانيه اللي هي العصف الكتابي. بتفرق عن العصف الذهني انه ما حدا بياثر على الثاني بالفكره. بتفرق انه ما بنتاثر اذا قاعد مديرنا او حدا له حدا قائد، لو ما كان مدير شخصيته قياديه ما بنتاثر فيه. فممكن يكون في تلاقى بالفكر أكثر وتقديمه بشكل بسيط وتلقائي دون تأثر بأي شخص موجود. فهي الفرق بيناتهم. طبعا في مهارات تانية مثل ما هلأ شفنا على الشاشة، في عنا عدم السمكة. هلأ هي مختلفة تماما عن هداك الموضوع. هي بتفيدنا كيف بدنا نحلل القصة اللي نحنا قدامنا. يعني منقول أنا عندي السبب هو العظمة والحسك تبع السمكة، إذا هلأ فينا نشوفها تمام محل محطوط المدرسين والطلبة والوسائل التعليمية. هدول هن الأسباب، الأسباب اللي أدوا للمشكلة اللي هي رأس السمكة. مكتوب ضعف مستوى التعليم، معناته نحن هون عم نبحث مشكلة ضعف مستوى التعليم، بدنا نشوف شو أسبابها. فبدنا طريقة إبداعية وتفاعلية كمان بين مجموعة من الأشخاص لحتى نقدر نحلل هاي المشكلة. فهي طريقة بتحليل المشكلات، هي طريقة طبعا إبداعية. كمان بيقعدوا مجموعة من الأشخاص. نحن كتير أوقات منحط أشخاص متخصصين مع غير متخصصين. ليش؟ الشخص اللي ما هو متخصص بيفيدنا
بطريقه تفكير العالم الاخر، يعني اللي هو ما نو عم بيستخدمها، بجوز هو عم بيشوفها من بعيد، فبيعطينا من وجهه نظر ثانيه. او مثلا حطينا شخص هو فرضا مهندس وشخص ثاني هو طبيب او مرشد نفسي، اذا عم نحكي على مستوى التعليم، حطينا مرشد نفسي مع مدير مع اهالي الطلاب مع الطالب نفسه، فهي التركيبه اللي كثير مختلفه، كل شخص له راي مختلف، فبيشوف انه ضعف مستوى التعليم من وجهه نظره. نعم. هلا منجي نحن منقول انه الفرع الاول اللي هو الوسائل التعليميه لها دور كثير كبير بهي المشكله. شخص ثاني بيقول الطلبه، الثالث المدرسين. بهي الحاله نحن شو بنكون عملنا؟ بنكون صنفنا المشكله لمجموعه من المحاور الاساسيه، كل محور لسه بيتفرع منه، يعني مثلا محور المدرسين بيتفرع منه ممكن فروع ثانيه ارفع بتجي موازيه للمحور الاساسي تبع هيكل السمكه. هذا المحور بيقول لي انه المدرسين في عندهم فرضا اشكاليتين، وحده قله العدد، ووحده فرضا ضعف الكفاءه تبعهم، ما نون مؤهلين. والثالثه هي ضعف الالتزام، يعني شغله شخصيه ما عندهم حافز، غير ضعف الكفاءه. فانا فعليا بكون حللت هي المشكله لمجموعه فرعيه من ضمنها. هلا بعد ما حطينا هذا الشكل كله، بتجي المجموعه اللي عم تتناقش بتقول بدي اعطي الوزن الاعلى لمين بهي المشكله، يعني ضعف مستوى التعليم بيرجع لشو بشكل اساسي؟ هو بيرجع لهدول الست سبع محاور، لكن دائما في محور طاغي بيكون. فمنقول يا ترى هل هو المناهج ولا الطلبه ولا المدرسين؟ بنعطي نسب مئويه، فرضا 20%، 40، 30، 20 وهكذا. من وين بنبلش الحل؟ هي الطرق الابداعيه، بنقول نحن بدنا نبلش الحل بالمحور اللي نسبته اعلى. ليش؟ لانه هو المحور اللي بيكون اساسي بالتاثير على المشكله. فمنبلش بال 50% اللي هي فرضا المباني، كونه هلا المباني متضرره نتيجه الازمه. فمنقول المباني معناته الحل تبعنا بده يبلش انه نحن نعمر هي المباني، او نطلع الاشخاص اللي قاعدين، مو نحن استخدمناهم كمراكز ايواء، فنحن نلاقي مساكن بديله للاشخاص القاعدين، يعني المقيمين بهي المدارس، لحتى نقدر نحن نرفع من مستوى التعليم. فمعناته بهي الحاله نحن شو بنكون عملنا؟ حللنا المشكله بطريقه ابداعيه اللي هي طريقه عظم السمكه، وهو اللي حتى هو شخص ياباني طبعا، المؤسس وحدات الجوده، لانه هي بتؤدي للجوده هي الطريقه، الجوده بالتعليم والجوده الشامله بالمؤسسات كلها حتى. فهو اسمه إيشيكاوا، هو ياباني، حط هي الطريقه بدايه بمؤسسات صناعيه، لكن منلاحظ انه كل شيء اداره هو يطبق بكل مجالات الحياه، ابتداء من طريقه التفكير لاليات التنفيذ حتى، طبعا مع اختلاف الظروف اللي هي محيطه بالموضوع تبعنا. فهيك بنكون حكينا عن الطريقه الثالثه بطرق التفكير الابداعي اللي هي مخطط عظم السمكه. تمام. أكيد، يعني يمكن نور ثلاث طرق جديدة انحكت بهذه الحلقة. أنا بدي أتشكرك كثير دكتورة لبنى على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وأكيد التفكير الإبداعي هو يمكن طريق لحتى نوجد حلول بكل تفاصيل الحياة، مو بس بالشغل، حتى بالحياة الخاصة كمان. أكيد. شكرا لوجودك معنا. أهلا فيكم، شكرا لكم. دكتورة لبنى بشارة، خبيرة في علم إدارة، شكرا لوجودك معنا.